نوصل الى example number 3. Find the transfer function VI of S على I2 of S. عندنا دائرة كهربائية، مصدر فولتية خارجي، 2 loops. باللوب الأول عندي مقاومتين R1 R2، باللوب الثاني عندي أيضا مقاومتين R2 R3. السيركت كلها عبارة عن مقاومات فقط. فأجي أتبع نفس البروسيجر اللي تبعته بالمثال رقم 2. أتبع المن أمشي ويا I1، هذا I1 خرج بهالاتجاه، افتر دخل عندي وين بالمقاومة R1، فولد على طرفيها فولتية مقدارها في R1. الفي ار 1 هي عبارة عن ثابت المقاومة ار 1 في التيار المر من خلالها اي 1 او في التي، زائد مش التيار وين وصل؟ وصل الى ار 2، والذي اللي على طرفيها فولتية مقدارها ار 2 في التيار المر من خلالها، اللي هو هنا أنا حاصر طرح الاي 1 ماينس الاي 2، يعني اللوب الرئيسية اي 1 قاعد اشتغل عليها اني، واللي دا تعاكسها بالاتجاه المعاكس I2، فصارت I1 of T minus I2 of T يساوي لي مش التيار شو يساوي لي؟ هذا كله يساوي لي مصدر الفولتية الخارجي اللي هو VI VNLET of T. هنا أنا الرمز I اقصد بNLET وليس تيار. اوكي خلصنا اللوب نمبر 1، اجد اللوب نمبر 2. اللوب نمبر 2 اجد التيار هنا أنا مشى دخل وين؟ بالمقاومة R2، فصارت R2 يساوي لنا شو التيار؟ التيار I2 ناقص التيار I1 المعاكس. قبل شوية كان I1 minus I2، هسه صار I2 minus I1. ليش؟ لأنه أنا دا أشتغل باللوب نمبر 2، فيعتبر I2 هو التيار الرئيسي والI1 هو التيار المعاكس، بينما بالمعادلة رقم واحدة باللوب نمبر 1 كنت اشتغل كان الاي 1 هو الرئيسي والاي 2 معاكس. اوكي مش التيار دخل بالمقاومة ار 3 ولد على طرفيها فولتية مقدارها ار 3 في التيار المار من خلاله اللي هو هنا اي 2 فقط، ما عندي مصدر فولتية خارجي باللوب، اذا تساوي صفر. هذا من المعادلتين هنا البارشال ديفرنشال اكويجن المن الغاية الدائرة بالتايم دومين، احولهم لللابلاس دومين. اذن اجي على اول واحدة R1 في الI1 او في الS، اوكي زائد R2 في الI1 capital او في الS minus I2، بدل لا T2 small او في الS صارت I2 capital او في الS، يساوي لنا VN او في T تتحول الى V capital N او في الS. اوكي خلصنا من هذه. نجي المعادلة رقم 2 R2 في الـ I2 capital of T ناقص I1 capital of T زائد R3 في الـ I2 capital of T يساوي صفر. أعيد ترتيبها مباشرة، هما أحولهم هم أرتب، صارت عندي هنا أنا إذا أطلع بس الـ I1 عامل مشترك، فصار عندي تحويل مباشر من هاي تايم دومين الى هاي المعادلة من S دومين، فصار عندي R2 في الـ I2 of S minus I1 of S زائد R3 في الـ I2 of S. قلنا نعيد ترتيبهم، طلع الـ I2 هنا عامل مشترك، فصارت R2 زائد R3 I2 عامل مشترك ناقص الـ I1 يطلع وحدة ينضرب في الـ R2، هاي الـ R2 تدخل على الـ I1، اوكي ناقص R2 I of 1. احول هالI1 ذيك الجهة واقسم على R2، صارت I1 عبارة عن R2 زائد R3 على R2 في الـ I2، هاي equation number 4. ارجع اعوضها وين؟ بالمعادلة رقم 3 هنا أنا. وين اعوض؟ بمكان الـ I1، هذا الـ I1، اوكي بمكان هذا الـ I1 اعوض شنو؟ اعوض R2 زائد R3 على R2 في الـ I2، فصارت عندي R1 زائد R2 نفسها، الـ I1 أشيلها أخلي R2 زائد R3 على R2 I2، وأكمل باقي المعادلة ناقصا R2 I2 يساوي لنا VN of S. أوكي طبعا هنا نشوف ما كتبنا بين قوسين S، لأنه لا أنا كاتب بالكابتل خلاص معناها أنا دا أشير أنه أنا بالكابتل أو بالS دومين باللابلاس دومين. هسه شو سوي؟ أنا أطلع عندي هنا I2 و
وهنا انا اي 2 اخذهم عامل مشترك اوكي، فصار عندي ار 1 زائد ار 2 في ار 2 زائد ار 3 بنفس الوقت ضربت في ار 2 ناقصا ار 2 سكوير، هذا كله اي اوف تي يساوي لنا ضربنا الفي ان في الار 2 ار 2 على في ان. ارجع للسؤال يريد من عندي في ان على اي اوف تي، فاعيد هاي ترتيب المعادله بهذه المساله في ان فاعيد ترتيب المعادله اي اوف تي على في ان صار ار 1 على ار 1 زائد ار 2 في الار 2 زائد ار 3 ناقص ار تي سكوير. اذا هو يريد من عندي في ان على اي 2 اوف تي اوف الاس سوري، كل اللي علي اسوي انه اقلب البسط في المقام والمقام بالبسط اوكي، مجرد انه اقلب هنا حتى يصير عندي الترم اللي هو يريده من عندي، اللي هو يريد اي 2 على يريد في اي على اي 2. هنا انا طلعنا اي 2 على الفي اي، فمجرد انه اقلب البسط مقام والمقام بسط حتى اطلع المطلب اللي هو يريده من عندي.